عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة حول الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة. يأتي انعقاد هذه الورشة بناء على أهمية الشراكة المجتمعية ما بين هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع الخاص، ممثلا بجمعية المكاتب الهندسية البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية، في سبيل زيادة الوعي ودعم الثقافة العمرانية. وخلال افتتاح الورشة أكد سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن مشروع الاشتراطات التنظيمية للتعمير يأتي تلبية لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين وبما يخدم القطاع العمراني في المملكة. من جانبه أكد المهندس مازن بن أحمد العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير لها دور أساسي في الدفع بعجلة التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات في القطاع العمراني. قانون سابق كان قانون عام وما كان دقيق يعني وما كان مفصل. الملاحظة الرئيسية اللي عندنا في الاشتراطات الجديدة أن هي اشتراطات شاملة تفي بالغرض، والتصنيف لا يوجد تصنيف عام، كل تصنيف يقسم إلى كذا نوع، وبعد هناك احتياجات أكثر. فبصفة عامة الاشتراطات مطلوبة وهي إيجابية، وبتصب في الأخير في ما يتعلق بتطوير التطوير الإيجابي للمشاريع والبنية الأساسية في مملكة البحرين. موضوع الاشتراطات اللي هي تعتبر أداة تنفيذية للمخططات العمرانية، وهي في واقع الأمر أحد المراحل الأساسية في تحقيق متطلبات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين. طبعا اليوم الندوة هذه تختص بموضوع تداول وأخذ آراء المكاتب الهندسية والمختصين من باب الشفافية ومن باب تبادل الآراء بين هيئة التخطيط العمراني وأصحاب الشأن اللي هم أصحاب المكاتب والمطورين والعقاريين.